التبول اللا ارادي او التبول الليلي اللي بيبقى موجود في بيوت كتير، المشكله دي بتؤرق كتير جدا من الناس. عايزين نتكلم عن طبيعه المشكله، مظاهرها. التبول في الفراش او سلس البول الليلي عند الاطفال هو التبول اللا ارادي عند الاطفال بعد ما اخذوا فتره وهم خلاص يعني اتعلموا الحمام وخلاص وما عادش فيه ما بيعملوهاش بالليل مثلا. فخلاص هو اخد فتره في التعلم خلاص وفضل جاف والفراش بتاعه جاف فتره طويله، فجاه كده رجع تاني يعملها، دي ساعتها نقول عليها تبول لا ارادي. انما التبول في الفراش قبل 7 سنين حتى ده مش تبول لا ارادي خالص. الطفل قبل 7 سنين 6 سنين 5 سنين وما قبل ذلك وارد، ده مش تبول لا ارادي خالص، ما نقدرش نقول عليه تبول لا ارادي. بس بعد ال7 سنين بقى، من 7 سنين وطالع والولد يعني الفراش بتاعه ما بيبقاش جاف، دي ساعتها نقول ان في مشكله لازم نعالجها. التبول المفروض هي حاجه منتشره في العالم كله، مش محددة في مكان معين ولا في بلد معينة، كل العالم المشكلة دي فيه. بس احنا عايزين ندي قاعدة عند الناس كلها ان المفروض لغاية 7 سنين، ما تحت ال7 سنين ما تشغلوش بالكم خالص، ده حاجة طبيعية. الطفل لسه جسمانيا جسمه ما بقاش مستعد لموضوع التحكم في نفسه، والمثانة لسه ما اخدتش الـ 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 الكفاءة اللازمة عشان التحكم فيه.